الجريش احنا بنطبخها كل موسم في شهر رمضان المبارك اللي بيجي علينا، بنقوم بعملها وبنطبخها وبنوزعها على الناس اللي تيجي تاخذ من عنا سواء محتاج او مش محتاج. انا بالنسبه لي شخصيا بقبل سعيد لما بلاقي الاقبال، وبعرف انه هذا اول شيء توفيق من الله، وانه راضي ربنا عز وجل عن العمل اللي احنا بنقوم فيه، ونحفظ الله عز وجل انه يعني الهمنا على هذا العمل عمل الخير. والله انا تقريبا يعني لي 10 سنوات، يعني هذه العاشرة ان شاء الله تعالى اللي انا بطبخ فيها الجريشه. وسبق انا حكيت يعني هذه اجت الهام رباني، يعني مش مني انا، لان انا كنت قاعد هيك فجاه لقيت حاجه بتقول لي قوم سوي لك حاجه، اروح امواتك اموات المسلمين. فجبت الطنجرة وقعدت أطبخ، لما طبخت لقيت إقبال يعني من بعض الناس، ولما لقيت إقبال لأنه كبرت الطنجرة والحمد لله، يعني هذا توفيق من الله.